أخبار اليوم. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات شارع الصحافة، ولقائنا النهاردة داخل أخبار الرياضة مع الأستاذ محمد الشحات نائب رئيس التحرير. برحب بك في شارع الصحافة بوابة أخبار اليوم. أهلا بكم في دار أخبار اليوم وداركم وفي مقر جريدة أخبار الرياضة. في البداية أستاذ محمد، إن شاء الله العدد اللي هيصدر النهاردة بتاريخ 9 مايو 2016 حابين نتصفح مع حضرتك ونشوف أهم العناوين وأهم الأخبار الموجودة داخل العدد. طبعا احنا عارفين ان الدوري العام بيقترب من نهايته، فكلما ازداد اقتراب من نهاية الدوري ومحاولة حسم الفوز بهذا اللقب بتزداد الموضوعات سخونة. طبعا عارفين ان المدير الفني للزمالك رحل اللي هو أليكس ماكلوش، فطبعا احنا بنلقي الضوء من خلال زميلنا اسلام فاروق اللي ماسك تغطية نادي الزمالك على الكثير من الاسرار اللي صاحبت هذا الخروج، ووجود جهاز فني بيضم خمس اشخاص مش عارفين طبعا كل دور واحد فيهم. فبنحاول في اخبار الرياضة نلقي الضوء على مهام كل عضو في الجهاز الفني. طبعا المفاجأة كانت لا تسر جماهير الاهلي، كانت الهزيمة المفاجأة من وادي دجلة اللي قلصت الفارق بين الزمالك والاهلي الى 8 نقاط، وطبعا جماهير الاهلي كان نفسها تحافظ على فارق النقاط عشان كعادتها تفوز بالدوري او الدرع قبل نهايته. طبعا العدد كمان فيه ان الزمالك في سرية تامة اتفق مع حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم على تولي مهمة الفريق من الموسم القادم، والغريب ان المصري جدد تعاقد مع حسام حسن وإبراهيم، وكان في شرط في العقد ان هم ينتقلوا الى نادي الزمالك. ده الموضوع اللي عمله لنا زميلنا أسامة التفاهني من بورسعيد. استاذ محمد، لما بنستطلع العدد شايفة في استقالة اتحاد الكرة الخطوة الأخيرة، حضرتك تكلمنا عن الموضوع دوت وتفاصيله ايه؟ طبعا احنا عارفين ان كان بالامس في استشكال ما قدمه مجلس اداره الاتحاد عشان يلغي قرار الحل، ولكن هذا الاستشكال اجل حتى الاسبوع القادم. ففي حاله رفض الاستشكال مش هيبقى قدامنا من مفر الا ان مجلس اداره اتحاد كره القدم مشكورا ان هو يقدم استقالته عشان ما نخشش في النفق المظلم، لان احنا عارفين ان الاتحاد الدولي لكره القدم بيرفض اي دخل حكومي في الاتحادات الاهليه، ولو حصل ان تم تطبيق الحكم هيبقى تدخل، وبالتالي هيتم معاقبه الكره المصريه. فبالتالي احنا مش عايزين نخش في هذه الحاله، خاصه ان احنا عندنا تصفيات الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، وعندنا الانديه الاهلي والزمالك والمقاصه بيلعبوا في بطولات افريقيه. فاتمنى ان يحدث خروج امن لهذا الاتحاد بانه لو رفض الاستشكال يتقدموا باستقالتهم ويتم دعوه لعقد جمعية عمومية، خاصة ان هذا المجلس بقي له يعني 3 أشهر في عمره، لانه في سبتمبر هي كانت طبيعيا الانتخابات العادية. فاعتقد ان من الافضل وعشان ننقذ الكرة المصرية ان المجلس يرحل وندعو الانتخابات انتخابات جديدة، واعتقد ان كل اعضاء المجلس من حقهم ان يخشوا للانتخابات القادمة. فأتمنى أن الأسبوع القادم لو الاستشكال رفض يتم استقالة المجلس، يقدم المجلس استقالته، حتى لأن احنا عندنا خطاب تهديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم لو حدث وأن طبقوا الحكم المحكمة اللي هو بالحل هيتم إيقاف الكرة المصرية. من ضمن المواضيع داخل العدد برضو اللي أعتقد أن هي ممكن تكون مهمة، نور الشربيني بطل العالم في الاسكواش. العنوان اللي حضرتك كتبته يمكن حضرتك اللي عملت الموضوع دوت، نور الشربيني تحذر من حصار التجنيس وتتمسك برساله الرئيس. طبعا من المعروف مع الاسف، يمكن في احدى اللقاءات نور الشربيني اتكلمت على الهواء مباشره وقالت ان مع الاسف احنا ما عندناش صناعه النجوم في مصر، وقالت ان الاتحاد ما بيوفرش دوت، وان الاسكواش بتعتبرها من الالعاب الشهيده داخل الوسط الرياضي اللي ما فيش اهتمام. من هنا جه طرح اعتقد حصار التجنيس اللي هي بتتكلم عنه، حضرتك تكلمنا على اللقاء وايه خبايا؟ طبعا الاسكواش هيظل في هذا الحاله ما لم
يصبح ضمن لعبات الدورات الأولمبية. يعني حتى هذه اللحظة بالرغم من الاهتمام المتزايد لهذه اللعبة في العالم، إلا أنه هذا حتى هذه اللحظة لم يدخل ضمن الرياضات الأولمبية. فلو دخل ضمن الرياضات الأولمبية أعتقد أن يبقى التسليط الضوء عنه أكتر يعني. ولكن طبعا احنا عارفين مصر بلد الاسكواش زي ما بيقولوا منذ الاربعينات والخمسينات، كان في عندنا نجوم فازوا ببطولات العالم، ولكن اول مره ان نور الشربيني بسنها الصغير تفوز ببطوله العالم وتصنيفها يبقى الثاني على كل لعبات الاسكواش. موضوع التجنيس احنا عارفين ان احدى الدول العربيه بقى لها سنوات طويلة بتطارد نجوم الرياضة المصرية خاصة في اللعبات الفردية وبتحاول تجنسهم، وحصل بعض اللاعبين في المصارعة وفي بعض الرياضات راحوا لهذه الدول العربية وتجنسوا، وللأسف الشديد ما فيش قانون يقدر يمنع ان واحد عايز ياخد جنسية بلد ان ياخده، لكن لو بلده ادت له كل الامكانيات ووفرت له كل الامكانيات اعتقد ان هيتمسك بمصر. و يعني في قضيه اخرى بالنسبه للتجنيس، كان بطلنا بطل العاب القوى بيهدد النهارده ان هو كان الافضل ان هو يتجنس لان هو مش عارف يستعد، عشان المفروض ايهاب عبد الرحمن بنتمنى ان يفوز لنا بميداليه في الدوره الاولمبيه القادمه في ريو دي جانيرو، ولكن حتى هذه اللحظه في مشكلات كبيره في اتحاد القوى ومش عارف اللاعبين الثلاثه بتوع العاب القوى ان هم يكملوا مشوار اعدادهم، لان خلاص اصبحت الدوره الاولمبيه على الابواب. يعني داخل العدد 6 مايو كان ذكرى وفاه ورحيل ساحر الكرة، طبعا ساحر الكرة المصرية صالح سليم. حضرتك انا شايفه ان برضو داخل عدد محطوط عنه او متجهز له صفحات، حضرتك برضو تكلمنا عن اهم المحطات واهم الاخبار داخل العدد. طبعا 14 عام مرت على رحيل المايسترو، واعتقد ان صالح سليم من احد العلامات البارزة في تاريخ الكرة المصرية، ليس لكونه لاعب ولكن لكونه رئيس نادي الاهلي اللي استطاع خلال مدة رئاسته أن يحقق الكثير من الإنجازات والبطولات. فعشان كده الجماهير الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بيحتفوا بذكرى المايسترو اللي فعلا لا زالت حتى هذه اللحظة بصمته موجودة في الرياضة المصرية، لأنه قدم لنا نموذج جيد في الإدارة الكروية اللي مفتقدينها في الأندية المصرية. قدم مجموعة من الأبطال في كل اللعبات، لأن كان الأهلي فعلا مصنع الأبطال. كان الأهلي خلال تولي صالح سليم رئاسة الأهلي متصدر كل البطولات الجماعية والفردية، فطبعا من حق جماهير الأهلي أن تحتفل بالذكرى ال 14 لرحيل المايسترو صالح سليم. اللاعب المشاغب رمضان صبحي مع الأسف يعني مش حابة أقول كده، ولكن داخل العدد مشكلة جديدة لرمضان صبحي في القلعة الحمراء، إيه هي المشكلة؟ طبعا احنا عارفين رمضان صبحي أحد لاعبة المنتخبات سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب. الأهلي عنده مباراة مهمة يوم 20 مع روما الإيطالي، فطبعا منتخب الشباب متمسك بأن رمضان صبحي يلعب معاه مباراة، والاهلي متمسك ان رمضان صبحي يبقى موجود مع الاهلي في مباراته الوديه، لانها مباراه مهمه جدا بالنسبه للاهلي، لانها مباراه تسويقيه الاهلي ياخد فيها 125,000 دولار، وفي اشتراط على ان كل الاهلي يلعب بكامل نجومه. فالاهلي بيحاول مع اتحاد الكوره ومع الجهاز الفني لمنتخب الشباب ان هو يقنعه بان يترك لهم رمضان صبحي، لانه بردك اعتقد ان مباراه الاهلي وروما لا تقل عن انها تكون مباراه دوليه في دفاع عن سمعه الكره المصريه في هذه المباراه. فاتمنى ان ينتهي هذا المشكله، وعلى فكره دي مشكله دائمه بتبقى مع المنتخبات ومع لعيبه الانديه في حاله لما بيحصل في نوع من التضارب، وخاصة ان دي مباراة مش على الاجنتة الدولية لان دي مباراة ودية بتاعت روما، ولكن اتمنى ان هم يصلوا لاتفاق ورمضان صبحي يبقى موجود مع الاهلي في ابو ظبي. اخبار الرياضة الثلاثاء 10 مايو 2016 عدد متميز مليء بالاحداث والمواضيع الجيدة، القينا النهاردة الضوء على عدد كبير منها، وكان في ضيافة شارع الصحافة النهاردة الاستاذ محمد الشحات نائب رئيس تحرير اخبار الرياضه. بنشكر حضرتك على تواجدك معنا، واهلا بيك دايما ضيف عزيز في شارع الصحافه. شكرا بيكم واهلا بيكم مع كل اسبوع من اسابيع اعداد جديده لاخبار الرياضه.